بسم الله. بتجنن يا جماعة، بتجنن عن جد. يعني هيدي الكمية اللي أنا عملتها بعتقد بتكفي 3 أشخاص، برياحة 3 أشخاص. مرحبا فيكم أحبائي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. وصفة اليوم كتير طيبة وصحية ولذيذة وسريعة، يعني بتنعمل هيك بلمح البصر، بتنعمل مكوناتها جدا قليلة. كونوا معي تنشوف طريقة التحضير. عندي هون كيلو من القريداس، ببعض البلدان بسموه الروبيان، منظف كتير منيح، وأهم شي مشيو الخيط الرمل من ظهر الروبيان. شايفين محل الظهر هون بيكون في خيط رمل، هذا الخيط الرمل ضروري ينشال، بيكون هون على ظهر القريدس. مقليتي على النار، زيت زيتون، بنحط كمية بسيطة ما بنكتر، هالقد كتير منيح. ملعقة طعام من الفلفل الخشن، هذا فلفل حلو مش حار، رح أقربه على الكاميرا تتشوفوه منيح. فلفل خشن بعملهم تقليبة بسيطة على النار بس لحتى تطلع ريحتهم، ما بخليها تتحمر يعني، بس لحتى شم ريحتهم. هلأ بدي حضر راس من التوم مفروم ناعم، راس كامل. إذا مستكترينه على كيلو قريدس فيكن تحطوا نص راس، انتو حرين، كمية التوم ترجع لكم، بس كتير بيلبق للتوم. فرمتهم بهالشكل، رح نزلوا فوق الفلفل الخشن وأعطيهم تقليبة مع بعضهم. الريحة ما في أحكي لكم. هلأ بدي تام قلي التوم لحتى يدبل شوي، ما بدي ياخد لون، بس إني دبله تدبيل. ما تنزلوا القريدس أبدا قبل ما تدبل التومة، لأنه القريدس ما بده وقت أبدا، بده 3 دقايق على كل جهة. هلأ بعد ما دبل التوم رح نزل القريدس. بسم الله. رح خلي التوم والحر الخشن يغلفوا كل حبة من حبات القريدس. هلأ مباشرة بضيف عليه نصف ملعقة وأقل من نصف ملعقة طعام بابريكا. ما تكتروا بابريكا لأنه كترته بتمرمر، هيدي بابريكا حلوة، فيكن تحطوا حار إذا بتحبوا الحار. في ناس بتكتب لي بالكومنتات ليلى شو يعني بابريكا؟ البابريكا هو عبارة عن فلفل أحمر حلو مطحون ناعم جدا، واللي حطيناه بالبداية أول شيء قبل التوم هو فلفل أحمر حلو بس مطحون أخشن. على فكرة نكهتهم بتفرق كتير، ما تقولوا إنه بجيب نوع واحد ونفس النكهة، لا أبدا، كل شيء نكهته شكل. إذا حسيتوها لسه بدها شوية زيت حطوا لها رشة بسيطة مش مشكلة. هلا ما بقلبون كتير، خلص بعد ما غلفتهم بالتوابل اللي حطيناه بتركها هيك لمدة 3 دقايق، بعد 3 دقايق بقلبهم على الوش التاني. بهالأثناء أنا رح أعصر حبتين من الحامض تضيفهم عليه. مرق 3 دقايق رح أقلبه على الوش التاني، كمان بتركه 3 دقايق يعني 3 دقائق. بملح فلفل أسود، كمية الفلفل الأسود طبعا حسب الرغبة، كتروا وقللوا حسب انتو قدي بتحبوا حدوديته وقدي يكون الفلفل ظاهر. طبعا صار مارق لهلأ 3 دقايق على الوش التاني. هلأ بحركهم بهالطريقة بقى تالملح والفلفل يغلف كل حبات القريدس او الروبيان. بنزل عصير الحامض، حبتين من الحامض، كمان الحامض ما تستكتروه ابدا كتير بيلبق له. نعطيهم تقليبة مع بعضهم. يا سلام ريحة عن جد لا يوصف. هيدي الوصفة هلا حأتركها تقريبا شي دقيقة مش أكتر من دقيقة، بس لحتى هيك تتسبك وبعدين بقدمها. فيها فيكن تاكلوها بخبز، فيكن على فكرة هي نفسها هاي تحطوها على سباجيتي أو تعملوا حدا رز أو أي نوع نشويات أنتو بتفضلوه. ما بدكن نشويات فيكن تاكلوه مع انه بالشوكة حد نوع خضار للناس اللي عملي كيتو دايت، كمان كتير بيمشي الحال، مكوناتها جدا مناسبة للناس اللي عاملين كيتو دايت.
هاتركها لتكمل الدقيقة. قبل ما اطفي الغاز رش من البقدونس، كتير بيلبق للبقدونس. رح احط لسه شوي، تقليبة بسيطة. صارت وصفتنا جاهزة. في اسرع من هيك واهين من هيك؟ حدا يقلي. وصفة صحية ومغذية جدا جدا، يعني عن جد اعملوها لإلكن، لعيالكن، لولادكن. مثل ما قلت لكم اعملوا حدا سباجيتي او ريز للولاد، كتير حيطلعوا مبسوطين. هلا حطفي الغاز. قررت اسكبه بصحن ابيض ببين جماله اكتر. ابنه عم يسمعنا الموسيقى تبعه. رح احط شوي من الصوص، كتير طيب معه. شو يا ماما؟ انا اليوم رح اكل حدو خبز اسمر او خبز الشوفان، اي نوع خبز انتو بتفضلوا فيكن تاكلوا معه. اكيد صار وقت انو ندوق. سمي بسم الله. ريحتها ريحتها يعني شي خيال. بسم الله، بتجنن يا جماعة، بتجنن عن جد. يعني هيدي الكمية اللي انا عملتها بعتقد بتكفي 3 اشخاص، برياحة 3 اشخاص. وهلأ هون انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون نال اعجابكم وتكونوا عم تستفادوا. اذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لي اكبر لايك اسفل الفيديو، واشتركوا الزر الاحمر باسفل الفيديو اذا لسه ما اشتركتوا. وهلا رح اقول لكم باي، واعملوا شير للفيديو تالكل يستفاد. ما تنسوا، باي.